طب السؤال هو، هل الإلحاد يتفق مع المنطق؟ الحقيقة في مشكلة كبيرة هنا، لأنه المنطق بيقول إن كل شيء بيحصل لازم يكون له سبب عشان يحدثه، ده الطبيعة بتقول كده. لكن لما الإلحاد يحاول يقول لنا إن كل حاجة جت بصورة عشوائية، ده غير منطقي من الناحية العلمية، وهندخل في ده بالتفصيل. فالصورة اللي قدامنا على الشاشة بتورينا مخ الإنسان وقد إيه هو معقد وصعب جدا. والله على فكرة عايز يستخدم مخنا، فبيقول تحب الرب إلهك من كل فكرك. فإحنا في الإيمان المسيحي بنشغل مخنا. إحنا في الإيمان مش معنى إن إحنا بنقول بقبل دي بالإيمان يعني ما شغلش مخي، بالعكس. الله عايز يدخل في أفكارنا ويصلحها ويوجهها في اتجاه الصح. فإحنا عبادتنا العقلية، فمحتاجين قوي للعقل والفهم في الكتاب المقدس.